يعني حتى لو زعلتك ده انت جزمتك فوق راسي يعني، وانا متاسف لك. ظهر بمظهر مش لائق. ما هي العقوبات اللي هيواجهها عمر كمان؟ الولاد دول ترندات اللي بيعملوها ترندات وهميه. انا شاكر على مرجحك، ما فيش حد يعرف يمرجحني يا قلبي. انت عليك في الراس مش في الكراسي. ده انا بعت له فويس قلت له ده انا لو زعلتك ده حتى لو زعلتك ده انت جزمتك فوق راسي يا وانا متاسف لك. بالطريقه دي اتوجه عمر كمال بالاعتذار للنقيب هاني شاكر ولنقابه المهن الموسيقيه في مصر بعد هجومه عليهم من كام يوم بمقطع الفيديو ده اللي بقى ترند، وقال فيه كلام موجه بشكل مباشر لهاني شاكر تعليقا على موضوع منع مطربين المهرجانات من الغنى. هاني شاكر حجز لك العوده ولا حد يقدر يحجز العوده بفضل ربنا سبحانه وتعالى. هاني شاكر هي مرجحك، ما فيش حد يعرف يمرجحني يا قلبي، يمرجح اللي زيك يا كوكو. والمستشار القانوني لنقابه المهن الموسيقيه علاء عامر بيعلق على الموضوع من خلال اي تي بالعربي. تطاول على قيمه فنيه وقيمة أخلاقية وقيمة ثقافية الفنان أمير الغناء العربي ونقيب الموسيقيين. احنا بنرفض، المجلس بيرفض هذا التطاول وهذا التجاوز على قيمة فنية أو على الفنان هاني شاكر أو على غيره من الفنانين الملتزمين المحترمين اللي لهم تاريخ على مدار فترة طويلة. وعلاء عامر كشف لإي تي بالعربي عن العقوبة المحتملة اللي ممكن يواجهها عمر كمان. عمر ما هواش عضو، وعمر مصرح له تم وقفه واستدعاءه للتحقيق. هو يجي بقى يقول في التحقيق اللي هيقوله. العقوبة بتتدرج عندنا ابتداء لوم وتنبيه ووقف مدة معينة وشد في الآخر. وانتقادات كبيرة واجهها عمر بعد الهجوم ده، والقطار علقه على حالته في الفيديو ده وقال انه غير متزن او يمكن ما كانش في وعي. مش حد بيعرف يمرجحني، انا بشتغل انا فريقتي في كل حتة، جوه وبره وفوق وتحت وكل حتة يا قلبي. ظهر بمظهر مش لائق، كانش فيه اتزان نوعا ما، ما اعرفش يعني، انا ما اقدرش اجزم، لكن هو الحاله الظاهره ما كانش فيه اتزان. تلفظ بالفاظ موحيه ولها دلالات في مش في العاميه المصريه، في اخص 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 العاميه المصريه اللي هي مش ملتزمه، لها دلالات معينه. والفيديو ده اللي ظهر فيه عمر كان بعد حفله ليه في امريكا، ولسه لحد النهارده موجود هناك وبينشر مقاطع على الانستغرام. عمر يجب ان هو يبقى عارف ان هو فنان مصري بيمثل الشعب المصري في الخارج، فلازم يظهر بظهور مناسب لقيمة وفن مصر. ومعاه في امريكا حسن شاكوش، وتزامن الموضوع ده مع تداول لقائه هو وحمو بيكا في برنامج كلام الناس لما انهار حمو ودخل المستشفى بعدها، وتكون ازمات مغني المهرجانات في اكبر فتراتها حاليا مع النقابة. الولاد دول ترندات اللي بيعملوها ترندات وهمية وراها مؤسسات كبيرة هم ما يعرفوهاش أو ربما يعرفوها المؤديين دول، عشان يصدروا للعالم إن ده الفن المصري بينا كده.